طبعا بشكرك جدا، وبشكر موقع صدى البلد، وبشكر كل مشاهدينك، وان شاء الله يعني بشكرك على اللقاء ده، ان شاء الله يبقى لقاء حلو. وميرسي جدا على تهنئتك بالغنوة. يعني بعدين بقى نتكلم عن الاغنيه، هي بقى لها اقل من اسبوع مطروحه على اليوتيوب، 3 ايام بالظبط. ف يعني عايزين نتكلم عن الاغنيه الجديده وعوده حضرتك مره تانية. الناس كانت مشتاقه لصوت حضرتك ووجودك. طبعا بالنسبه اللي بعتذر لك، يعني انا يعني شايفها باذن الله، يعني باذن الله ان دي تعتبر بدايه. يعني انا عملت طبعا من بعد ما قررت الرجوع للمجال الفني، يعني دي بعتبرها ان شاء الله تبقى نقله كويسه جدا في يعني في السي في بتاع حلمي عبد الباقي. بعتذر لك، دي كلمات ابراهيم محمد والحان اسلام عاطف وتوزيع المايسترو اسامه سعيد، وطبعا كل يعني كل صناع العمل طبعا انا بشكرهم جدا، لان هم بصراحه يعني طلعوا في الاخر حاجه كويسه جدا محترمه. يعني يكفيني احترام الناس اللي سمعت واللي شافت الغنوة. الحمد لله يعني في تفاعل كويس جدا على الغنوة، ان شاء الله تعمل حاجات كويسة. يعني ردود الافعال اللي جات لحضرتك والناس زي ما قلنا مشتاقة ان هي تسمع صوتك مرة تانية، فكلمنا عن ردود الافعال. مين اول حد عن حضرتك؟ ايه احلى تحليل سمعته؟ والله بص، انا اتفاجئت ان فعلا في ردود افعال هايلة جدا. بمجرد ما انا نزلت البرومو بس ان في غنوة بعتذر لك هتنزل بعد 3 4 ايام، يعني لقيت في ردود افعال هايله جدا، وكلام يعني انا يعني في حاجات عملت لها سكرين شوت من كتر جمال الثناء بتاعها. يعني بجد كان موضوع اسعدني جدا جدا. وطبعا بشكر كل الناس اللي هنتني وكل الناس اللي أثنت على الغنوة. بصراحة يعني كلام كان يعني أسلك صدري، يعني فعلا يعني بعتذر لك إني سبتك بعد ما تعلقتي بيا، بعترف لك كنت مكسب واتقلب بخسارة ليا. بعتذر لك اني سبتك بعد ما تعلقتي بيا، بعترف لك كنت مكسب واتقلب بخسارة ليا. كنت وناسي في عز سهري، كنت واقفة سنين في ظهري، مهما لفيت مش هلاقي جزء من خوفك علي. مش كفاية عليك أقولك إني آسف 1000 مرة، قلت من غيرك حياتي حلوة بس لقيتها مرة. عارف إني مهما هحكي الندم هيبان في ضحكي، انت فرصة وصعب تيجي في الحياة غير بس مرة.